هنحلل اكتر ونقرب من رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور اشرف سنجر خبير السياسات الدوليه بقطاع اخبار المتحده اللي بينضم لينا دلوقتي عبر الزوم. دكتور اشرف صباح الخير. صباح النور يا فندم، صباح الخير. اهلا بيك يا دكتور. عايزه اعرف يعني رؤيتك ووجهه نظرك في رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس، خاصه فيما يتعلق بقطاع غزه وما يحدث في فلسطين، وحديثه عن تقديره وامتنانه لما يعني ووقوفه ودعمه المستمر طبعا باسم الدوله المصريه كلها، سواء دبلوماسيا او اغاثيا لما يحدث لاخواتنا الفلسطينيين طبعا في قطاع غزه. في يوم الشهيد القوات المسلحة، في رسائل الرئيس السيسي أمس إلى مصر بل وإلى العالم أجمع عن دور مصر وما قدمته مصر للقضية الفلسطينية وعدم تفريط مصر في القضية الفلسطينية، وأن مصر هي السند والداعم للأشقاء الفلسطينيين حفاظا على دعمهم واستقلالهم وأمنهم، وسعي مصر لأن تقدم الغالي والنفيس للدفاع عن شعب فلسطين وعن غزة. أنا أفتكر الرئيس تحدث عن نقطة مهمة جدا، وهي نقطة تتعلق بالمستقبل، بأن ما دمرته دولة الاحتلال يحتاج إلى 90 مليار، وده معناه أن جمهورية مصر العربية والرئيس السيسي بدأ ينظر في الأفق أن وقف إطلاق النار قادم، لأن دولة الاحتلال لم تقدم أي خطوة إلا يأس باستشهاد المواطنين الفلسطينيين، وهذا الرقم طبعا كبير أشار إليه الرئيس السيسي. وفي يوم الشهيد، هو كرامة الأوطان لا تتحقق إلا بالمكوث والثبات على أرض الوطن وعلى حدود الوطن، سواء كان لشعب مصر العظيم، وهذا ما أكده الرئيس السيسي بأن مصر بجيشها ورئيسها تحافظ على حدودها التاريخية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم أن تقبل مصر تهجير الفلسطينيين كي تكون سيناء أرضا لهم، لأن الفلسطينيين أيضا علموا جيدا وفهموا من كلام الرئيس المتكرر، رئيس السيسي المتكرر، بأن ارتباطهم بوطنهم وأرضهم في فلسطين هو ارتباط بقضيتهم، وبالتالي دعم مصر لم ينقطع، إنزال المساعدات جوا هذا أمر مهم للغاية، القوات المسلحة وقوات مصر الجوية تنفذ تعليمات الرئيس وأن تلقي المساعدات على شعب فلسطين وغزة، دي كلها عوامل إنسانية يعني ربطت مع هذا الزخم ليوم الشهيد الذي يذكر المصريين بالتضحيات طبعا. وأن من ضحى بروحه وقدم دماؤه هو في ذاكرة مصر وذاكرة الوطن. دكتور أشرف، في أمر آخر برضو إذا سمحت، يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتحدث في جزء من كلماته بحديث مبسط وبكلمات مبسطة ومن القلب حقيقة، كان عندما تطرق في عدة مواضع إلى الحديث عن قطاع غزة، وذكر لفظا أنه يعني محدش يقدر يخون هذه الدماء، دماء يعني كل من استشهدوا في هذا القطاع، وكان بيتحدث بشكل رافض تماما لتصفية القضية وللتهجير القسري ونقل الفلسطينيين إلى سيناء الأراضي المصرية، لأن في هذا الأمر أيضا خيانة للوطن وخيانة لشهداء كل من يعني دفعوا دماءهم حفاظا على أراضي مصر الغالية. شايف حضرتك هذا الأمر إزاي، وكيفية وجود هذا التوازن بين عدم الاندفاع وعدم الانجرار في الحفاظ يعني على مقدرات الوطن من الجيش المصري، وبين أيضا عدم تصفية القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في قطاع غزة؟ شوف، يعني كلمة الرئيس السيسي أمس وذكر كلمة مصر لن تخون، هذه كلمة قوية للغاية وكانت لافتة لسماعي لهذه الكلمة تحديدا، ده تأكيد أمام الشعب المصري العظيم، أمام شعب فلسطين، أمام الشعب العربي، أن مصر كما هي دورها دور تاريخي، دور عروبي، لا يمكن أن تساوم، على الرغم أن كان هناك ضغوطا، وليس كل ما يعرف يقال، كان هناك ضغوطا على مصر بأن تستقبل الفلسطينيين على سيناء في ظل هذا الإجرام بقتل الفلسطينيين واستشهادهم بهذا الرقم الكبير وإصابتهم، ولكن حديث الرئيس بكلمة أن مصر لن تخون ده تأكيد على أن
رأس الدولة رئيس الدولة يؤكد لمصر ولشعب مصر وأنه نفيا لكل إشاعات حول أن تداول لتقليل دور مصر أو انتقاصا من عروبتها، هذا أمر لا يمكن المزايدة على مصر. فالحديث عن هذه النقطة كان واضحا، بجانب أن الرئيس السيسي باهتمامه بوقف إطلاق النار، الحديث مع الأمريكيين المبعوثين الأمريكيين ويليام بيرنز رئيس الاستخبارات، كل أنتوني بلينكين، كل من زاره، حتى بايدن الذي شكر الرئيس أكثر من مرة، المجتمع الأوروبي الذي تواصل كل رؤسائه من ماكرون إلى كل رؤساء وزعماء القارة الأوروبية لتأكيد أنه هناك شكر عظيم للدولة المصرية لأنها ضغطت بكل ما تملك من دبلوماسياتها لتغيير الموقف والمشهد، لأننا نتحدث عن 2300 ألف موجودين في هذا القطاع. أنا أفتكر أن جوانب الإنسانية لهذه الأزمة وتوضيحها إلى العالم حاول الرئيس أن يؤكد أن ما تقوم به مصر ليس تفضلا ولكن هو التزاما عليها وعلى شعبها وعلى رئيسها لحماية هذه القضية والدفاع عنها حتى يصل الشعب الفلسطيني إلى حقه ولتحقيق حلم الدولتين الذي طال انتظاره في ظل تعسف كبير من دولة الاحتلال. ولكن في هذه الندوة، ندوة 39 أمام رجال مصر قوات المسلحة وما أكده الرئيس السيسي، كان حقيقة علامة مميزة ومؤكدة على أن مصر ورئيسها لا يمكن إلا أن تقدم الغالي والنفيس في يوم الشهيد للتأكيد أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر أيضا وقضية شعب، وأن مصر لن تكون ولن تفرط في حقوق الشعب الفلسطيني، لأن هذا هو الدور التاريخي لمصر الذي تعيش به ويعيش العالم العربي معه. نعم، كل الشكر لحضرتك على هذه القراءة التحليلية دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة.